السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي الشيخ مسلم صل، تلميذ في مدرسة تحفيظ القرآن الشيخ الحاج البرجاني التجاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. يا سيد احمد حارب ما جاب لك وبس ما خلي بيه انت. بسم الله. شيخ احمد شيخ مصري يا ولد ما عندي يا كرنان يا كوب امام قمو انا وراك عندي ابي ري امام عليك والله. اجل بسم الله. لك الحمد يا ذا العرش حمدا على قدرا وجل جلالا يشمل البر والبحر. لك الحمد حمدا من قديم وحادث. لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. لك الحمد في سري إلهي وجهرتي. لك الحمد في اليمنى لك الحمد في اليسرى. لك الحمد حمدا ما تزايد أنعما علينا يوافي أو يكافي لها قدرا. لك الحمد في إيجادك الخلق نعمة كما لك في الإمداد حمدي قد قرى. لك الحمد لا أحصي كما أنت أهله عليك ثناء يسبق النظم والنشر. لك الحمد في قولي لك الحمد ربنا على نعم تستغرق العد والحصر. ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحرس بطل صلاتك.
ووجبت عليك الإعادة. ويستحب سلامة الأعضاء للإمام وتكره إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس ومن به قروح الصحيح وإمامة من يكره. ويكره للخصي والأقلف والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم. وتجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنين والمجزم إلا أن يشتد جزامه ويضر بمن خلفه فينحى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا بما سنتي يا لجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بقنا نك إن لين الشرط إمام بقنا الشرط إمامية خمن تن دهور إنك جور إمام بجيجن أمون داور إنك جل إمام إنك يفر أمون داور إنك أمخل إمام مدف أمون داور إنك تمنك مجر إمام مجر الأمون da fa wara xam tamit li nga xamantene day wara julli kon imam bu reer amul numéro na la ci imam gannaaw loolu ma xamne mom yéfer la wala ma xamne mom jigen la wala mu nek ngon nga na bo xamne dafa leunt wala mu nek dof wala mu nek katchor ci ay ciirum wala jottagul gënt wala mu toj baw fekk na mom moko tay kon jullam nga yaqunu kon nak day bamtu wat julli sopp nañ tamit imam bi nga xamantene da mu ciup ay ciir imam bobu ni ko sip ak imam bo xamantene dafa dox ci ay ciir imam bobu tamit nang ko sip ak imam bo xamne dafa sem imam bobu tamit nang ko sip ak imam bo xamne borom salasi imam bo xamantene imam bobu tamit nang ko sip ak imam bo xamantene borom gom la imam bobu tamit nang ko sip sim nañ tamit imam me xamantene dafa tapu wala mu nek hak wala mu nek gor jigen wala mu nek kuñu rere xalam wala mu nek doomu njaalo ak jam ci farata bam nek imam ratib ci wutum nafile way wen nañu ñom nak kenn sub su ñom dana dagan imam bu silma mo de hu bankas wala imam bo xamne da tuñ wala imam bo xamne dafa am gaan lu dul gaanam gogu mu tar kon day lor ñu nekk ci gannaam kon da leen sori subhana ha an acha legi nak waxtu bi mom mi gëw gëlem te war nañu jang ay quelques sira gaay jam na ci nga xamantene def nañ ay sira ngir parti la ko ci gam bi mais comme yow ci sa terrain bi nga bokké xamé wa nga wax ñu kam awlad sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kam awlad sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sab'a hum abdullah wa ibrahim wal qasim wa arba'u banatin hun فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. ما شاء الله. نعطي دوم ينتيار محمد صلى الله عليه وسلم. دوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جرم نيارلن. نيوم نيغورن عبد الله أك إبراهيم أك قاسم نيوم نيجيجين فاطمة أك زينب أك رقية أك أم كلثوم. ما شاء الله. كنا يا كنا يوم دول يوم يا